فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إخراج المصحف من داخل المسجد الحرام لقراءته في الساحة الخارجية للمسجد أو في المسعى؟ إذا كنت مرتبط بالمسجد وترده في مكانه لا بأس، يعني ما أبعدت في المصلى وتابع للمسجد، لأن الساحات تابعة للمسجد. إذا أخذت تقرأ في الساحات وترجع لا بأس. نعم.